طبعا الطريق صعب جدا للتطبيع، يعني اصبح واضحا روسيا حاولت عده مرات والعراق حاولت، المشكله تكمن ليس من الجانب السوري وانما من الجانب التركي. تركيا لا تريد تقديم اي ضمانات، اي تقديم اي خطوات لانشاء هذا التطبيع. عندما صالح حقان في دان بهذا التصريح ان سوريا لا تريد التطبيع، سوريا تريد التطبيع، سوريا تريد علاقات جيده مع كل جيرانها ولكن تريد اراضيها وتريد حلول لهذه الأراضي، يعني على أقل شيء. يعني حتى الآن ما زلنا أمام مشكلة صعبة جدا هي وجود الإرهاب في سوريا. كيف يمكن أن يطبع العلاقات بين جمهورية بين دولتين وبينهما يفصلهما منظمة إرهابية معترف عليها دوليا أنها إرهابية وموجودة على حدود البلد، على حدود هذه البلد؟ يعني صعب جدا أن يكون هناك أي طريق إذا لم تقدم تركيا تنازلات ولم تبدأ بتقديم خطوات. يعني أنا أعلم جيدا منذ 2017 منذ اتفاقية سوتشي تركيا أعطت وعود إلى روسيا الاتحادية أن تفكك هذه الجبهة، وصلنا نحن 7 سنوات تقريبا وليس هناك أي تفكيكات. حتى الآن ليس هناك أي خطوات، ليس هناك خريطة طريق، يعني يقدمون خريطة طريق ولكن غير واضح. لذلك المصاعب تأتي من تركيا، وبالإضافة الحكومة السورية لها مواقف شديدة بسبب أن أي تنازل أو أي يعني تحرك باتجاه تركيا أو تقديم تنازل على أراضي يمكن يؤدي إلى انهيار سوريا أو انهيار ما يسمى تقسيم سوريا بشكل كامل، لأن هناك فئات أخرى تنتظر ماذا سيحصل. وهنا أتكلم عن بعض المناطق الشمال الشرقي على سبيل المثال، ينظر بعين يعني بعين واضحة بعين مكبرة تحت مجهر، ينظر ماذا سيقدم، هل سيتنازل الحكومة السورية عن بعض أراضيها أو تعطيها لإدارة معينة. لذلك سوريا لا تستطيع أن تقدم أي تنازلات وتركيا لا تريد أن تقدم أي تنازلات. المشكلة لا تريد لأنها في موقف صعب جدا وحرج جدا، تقدم الوعود تقدم الوعود ولكن حتى الآن ليس هناك. دكتور محمود حضرتك يعني من الأشخاص اللي كان عندهم رؤية بمداخلات سابقة بأنه هذا المسار سينجح بالنهاية، لأي درجة فعلا اليوم تصريحات حكام في دان كانت مفاجئة، وماذا يريد من خلال هذا التصريح؟ أي رسائل تركية اليوم؟ يعني أنا متفائل أنه سينجح، لأنه لا تستطيع دولتين أن يعيشوا بتقاطع بشكل دائم، وخصوصا موقع سوريا الجغرافي تستفيد منه تركيا جدا، لان تركيا التجاره المسميه البريه تكون فقط عن طريق الاراضي السوريه، التجاره التركيه الاوروبيه او معفق التجاره التركيه مع الشرق الاوسط. لذلك لهذا الموضوع بالنسبه لتركيا مهم جدا، ولكن المشكله تكمن ان الظروف لا تسمح حتى الان باي تقدم باي خطوه نحو الامام في هذا المسار، لان هناك مشكله كبيره جدا هو الصراع في الشرق الاوسط. نعلم أن لا ننسى أن هناك دور إيراني في هذه اللعبة، يعني إيران لا تريد من بعيد أو قريب أن تطبع العلاقات وتصبح علاقات جيدة بين الحكومة السورية والحكومة التركية، يمكن على أساسها أن تخسر بعض المواقف وأن تخسر بعض النفوذ في هذه المنطقة. يعني خلينا نكون واقعيين، سوريا الآن هي عبارة عن صراع على النفوذ الدولي. المشكلة تكمن الآن، المشكلة الأساسية تكمن، الرغبة موجودة إن كان من الطرف التركي ومن الطرف السوري، ولكن الخطوات التي يجب أن تكون جريئة وخصوصا من طرف الحكومة التركية، لأن سوريا لا تسيطر على الأراضي التركية. الخطوة الجريئة يجب أن تكون من تركيا، كلنا توقعنا وأتوقعت أن تكون خطوة جريئة من تركيا، ولكن حتى الآن أنا في رأيي هناك ضغوطات هائلة على تركيا بعدم تقديم خطوة جريئة، وخصوصا خلينا نقول من يضغط على تركيا دكتور محمود لكي لا تقوم بهذه الخطوة الجريئة بعدم الانسحاب؟ الولايات المتحدة الأمريكية. بس تركيا يعني تركيا هل هي التي ترغب، يعني عندها رغبة اليوم تركيا بأنها تنسحب من سوريا وتترك أراضي احتلتها وغيرت من ديموغرافيتها؟ لا، أقول الطريق، خلينا نكون واقعيين، ليس هناك خروج لقوات بشكل سريع، لا تحصل هذه الامور في السياسه، يحصل فراغ كبير وسيحصل يعني يسمى عدم استقرار امني في هذه المنطقه، يجب التدريجي ادخال هذه المناطق ضمن اراضي الحكومه السوريه، ولكن ضمن خطه الطريق. المشكله تكمن، انا في رايي الان المشكله تكمن ان نحن نلعب في الوقت الضائع. الوقت الضائع وقت الانتخابات الامريكيه، خلينا نكون واقعيين، طيب. اللاعب الاساسي في هذه المنطقه الشمال الغربي والشمال الغربي هي الولايات المتحده الامريكيه وحلف الناتو. لذلك انا في رايي الان عقبات تكمن ان نحن نلعب في الوقت الضائع، ولا تريد يعني تريد الحكومه التركيه ان ترى من سيصل الى البيت الابيض وما هي سياسه البيت الابيض
في سوريا، لأنه أمر مهم جدا، لأنه لا ننسى أن الوجود التركي في هذه المنطقة وقوات الجيش الوطني هي ليست موجهة ضد الحكومة السورية، هي موجهة ضد الإدارة الذاتية، خلينا نكون واقعيين. لذلك أنا في رأيي تركيا تنتظر من سياسة البيت الأبيض، وهل وصلت كمالة خالص أو ترامب. أنا في رأيي إذا وصل ترامب إلى السلطة يمكن أن تقدم تركيا خطوات جريئة، لأنه نعلم ترامب ينوي الانسحاب السوري. يعني سوريا عندها استعداد أن تتصالح مع ما يعرف بالجيش الوطني السوري بين قوسين؟ طبعا تدريجيا، بين قوسين طبعا، بين قوسين تدريجيا. يجب نزع سلاحه، يجب تأقلمه مع هذا. يعني صعب جدا أن نقول يعني على سبيل المثال أو تيكي ما حصل في درعا، حصل في درعا أن هناك كان في ما يسمى تصالح، ولكن هناك فئات لم تريد وغادرت إلى هذه المناطق. المشكلة تكمن الآن، كيف سيتم التصالح وعلى أساس، وهل سيكون هناك إدارة معينة لهذه المنطقة لفترة من الزمن. لذلك الموضوع صعب، ولكن يعني لدي حلول. الحلول تكمن في التصالح ليس أكثر، يعني التصالح وإنخراطه في القوات السورية كما حصل الفيلق الخامس وما هو عليه. ولكن في رأيي أنا، في رأيي الشخصي، أن الجدول الزمني يكون طويل الأمد، يتراوح بين 5 إلى 10 سنوات حتى نصل بمرحلة تدريجية إلى إدخالهم إلى الحكومة السورية أو السورية. لذلك الأمر صعب، ولكن الرغبة موجودة. الأساس الوضع الجيوسياسي الآن لا يسمح بأي شكل أشكال تقديم تنازل، لأنه إحنا في حالة انتظار دائما دائما. نرى من المشكلة تكمن ليس في الشمال الشرقي، في الشمال الغربي، الشمال الشرقي منطقتين هناك قواعد. أولويات سوريا اليوم دكتور محمود تختلف عن أولويات تركيا اليوم بسوريا. مسألة اليوم يعني انتظار اليوم السياسة الأمريكية الجديدة، أن غدا لنظره قريب، ما في مشكلة بهي النقطة، ولكن مسألة انسحاب طويل المدى 5 أو 10 سنوات، حضرتك أعلم مني بأنه عندما يكون في هيك خطة يعني لن يكون هناك انسحاب بشكل واضح، يعني في 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 سيناريوهات أخرى ممكن تكون موجودة، لن يكون هناك انسحاب تركي حقيقي من الأراضي السورية. أنت محقق سيدتي الكريمة، محقق بشكل كامل، ولكن يمكن أن تدخل ضمن اتفاقية جديدة، يعني يمكن ما يسمى إعطاء صبغة قانونية للوجود التركي في سوريا، أن يكون موجه ضد حركات إرهابية معينة لحماية الحدود وليس للتدخل في الشؤون السورية، وليس أو ما يسمى احتلال. وبرجع لجملة أنه أولويات سوريا أو تعريف سوريا للإرهاب يختلف عن تعريف تركيا للإرهاب. طبعا هذا أمر مهم جدا، ولكن هناك منظمات دولية معترف عليها دوليا، يجب أن نعرف أن كل دولة تعتبر أن منظمة أخرى إرهابية، ولكن هناك قانون دولي يعرف الإرهاب، وهناك منظمات إرهابية موجودة في سوريا تصنف أنها إرهابية، وهي جبهة النصرة وأخواتها، يعني هي التحرير الشام وما تملك وهي التحرير الشام. لذلك المشكلة تكمن ليس كما يقول تركيا حزب العمال الكردستاني، هاي اعتراف من طرف واحد، القانون الدولي لا يسمح ذلك والحكومة السورية تسمح لذلك. لذلك تعريف الإرهاب هو مقصود، ولكن هناك قانون دولي يضع النقاط على الحروف في هذا النقطة. المشكلة سيدتي الكريم تكمن أن الواقع الآن يقول يسير الواقع أن المشكلة تكمن أن ليس هناك الرغبة من الحكومة السورية لإعطاء أي تنازل. نعم. لأنه المشكلة التنازل يعني هو التقسيم السوري. تركيا تريد يعني تريد فترة زمنية، وهذا الحق، يعني فترة، خلينا نكون واقعيين. لا نستطيع أن ندخل على الأراضي السورية من كم الجيش الوطني كم عدد. هذول حارب الحكومة السورية لمدة سنوات، ومن الإضافة الموجودين في الشمال الشرقي، ما يسمى المدارس المحلية، البيئة الإسلامية المتطرف الموجودة في هذه المنطقة لا تستطيع إدخالها على مدن مثل حلب ودمشق وحمص، سيؤدي إلى ما يسمى استنفار أمني. بينما يعني الموضوع سهل جدا في الشمال الشرقي، ليس هناك بيئة متطرفة، هناك بيئة متطرفة. لذلك يجب فعليا التدريج، ويجب أن يكون هناك خطوات جدية من الجانب التركي. تركيا تريد أن تقوم خطوات جدية، وتريد أن تنظر، يعني تريد أن تقدم هذه الخطوات، وبنفس الوقت تريد خطوات بالشمال الشرقي. تعقيد يعني هي النقطة، هو ملف معقد كبير وكبير جدا، يعني مستقبل الشمال الغربي، مستقبل هذه الفصائل، كيف من الممكن إجراء مصالحات، هل من الممكن ضمها للجيش السوري، يعني فعليا ملف ضخم، ملف كبير. وهل هذه الفصائل أساسا يعني هي أساسا غير منضبطة، هل هي على استعداد أساسا لأن تكون منضبطة تحت لواء جيش واحد؟ لننتقل إلى تصريح، يعني حكينا كثير عن
تركيا عن أنقرة، موقف أنقرة ودمشق. موقف الروسي بحسب لافروف في إشارات من دمشق وأنقرة باهتمام، يقول بأنه في إشارات من دمشق وأنقرة باهتمام جدي باستئناف المفاوضات وموسكو تبذل جهود. هل ستنجح موسكو وهل من الممكن أن تتحول هذه الجهود إلى ضغوطات؟ أنا باعتقادي هذه الجهود تتحول إلى ضغوطات، ولكن أنا كما قلت روسيا تحاول الآن أن تأخذ ما يسمى تايم أوت كما يقولون في الوقت مستقطع، حتى تنتظر ماذا سيحصل في نهاية الانتخابات الأمريكية، لأنه نعلم جيدا أن سوريا ليست لوحدها، وجودك قوة عظمى في سوريا، هناك أيضا قواعد أمريكية وهناك لعبة بين الطرفين على هذه الأراضي. لذلك روسيا تقيم الموضوع الآن، يعني تضغط طوعا ما بيد خفيفة على تركيا، بيد خفيفة، ولكن أنا في رأيي أن هناك يعني يمكن أن تتحول هذه إلى ضغوط بعد ما سيصبح واضحا من هو في البيت الأبيض. هذا أمر مهم جدا، ستكون روسيا تتحول الأمور إلى ضغوط، ولكن المشكلة تكمن أن سوريا، خلينا نكون واقعيين، الأمر مهم جدا. سوريا، روسيا تعلم جدا أن سوريا لا تستطيع أن تعود كما عليه كانت عليه قبل 2011. خلينا نكون واقعيين، هذه الأراضي إن كانت الشمال الشرقي والشمال الغربي لا تستطيع الحكومة السورية أن تسيطر عليهم بشكل كامل، يجب سيكون هناك موجود يعني إدارة معينة ذاتية لهذه المناطق لفترة طويلة من الزمن، حتى تستطيع الحكومة السورية عن طريق ما يسمى الخطوات الديمقراطية والخطوات الإيجابية لتقريب وجهات النظر بين هذه المناطق. يعني لا تعلم روسيا تعلم جيدا أن حتى لو ضغطت، إذا قامت تركيا ضغطت وانسحبت تركيا، ستكون مشكلة كبيرة في سوريا. لذلك إن كان الطرفين، إن كان الشمال الشرقي وإن كان الشمال الغربي، لذلك يجب، نحن بحاجة إلى فترة زمنية أول شيء، وبحاجة إلى ما يسمى حوار كامل بين هذه الفئات. لذلك سوريا لا تريد أن تضغط على تركيا في هذا الموضوع، لأن هذا يمكن يؤدي إلى خلل أمني وخلل عدم استقرار في سوريا. الموضوع معقد فوق ما تتصوري، ولكن أنا في رأيي ما دام هناك رغبات وما يسمى رغبات من الطرفين، يمكن أن تتحمل في الفترة القريبة أن تحول على ضغوط. ولا تنسي أن هناك مشكلة أيضا ما يحصل في الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على فلسطين، كمان هذا يلعب دور كبير. لذلك أنا في رأيي أن هذه الأمور كلها ستكون واضحة في نهاية هذا العام، عندما في رأيي سيكون هناك نوع ما هدى وإطلاق النار في الجبهة، في ما يسمى الجبهة الإيرانية الإسرائيلية القائمة الآن، وبنفس الوقت سنرى ماذا، هناك إدارة أمريكية جديدة. كل هذه الأمور يمكن أن توضح ماذا سيحصل في العلاقات الروسية التركية، ولكن يجب أن نفهم أن سوريا لن تعود كما كانت 2011، لا تكون سيطرة على هذه المناطق 100%. يمكن أن يكون انسحاب جزئي ووجود قوات الحفظ، ويجب الحكومة السورية أن تفهم ذلك، لأن هناك مناطق لا تستطيع أن تسيطر عليها بشكل كامل، لأن هناك سكان لا يرغبون في الوجود مع الحكومة السورية بدل الوجود على ذلك جيد، وهناك قوات مسلحة، فالأمر صعب جدا، يجب أن يكون هناك نوع من البرغماتية من الطرفين. وانا غدا لناظره قريب، يعني بكره لنشوف يعني القادم الجديد للبيت الابيض، اما عائد او رئيس جديد للبيت الابيض. وعلى كل يعني في كل 4 سنين نقول بانه سيكون هناك تغير بالملف السوري، لكن سنرى هذه المره هل سيكون هناك تغير حقيقي. اشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءه وكل هذا الحوار من موسكو، الدكتور محمود الافندي الامين العام لحركه الدبلوماسيه الشعبيه، شكرا جزيلا لك.